هي ليه كده؟ انت ايه اكتر اكله بتحبها؟ اكتر اكله بتحبها اللحمه. لحمه؟ اه. يعني لحمه ايه؟ لحمه بصل، لحمه في الفرن، لحمه طاجن، الحاجات الحلوه دي. انا ما اكلش فراخ. ما بتاكلش فراخ اصلا؟ لا لا، لحمه بس. بس بتحبها لحمه يعني والسمك محشي كروم. لا، مميزه بايه؟ باللحمه المفرومه. ورق عنب باللحمه المفرومه. طب انت بتحب ايه؟ اي حاجه. سمك. سمك حلو. يلا بينا. البطاطس. البطاطس. مكرونه بشاميل. قشطه. المحشي. قشطه. المحشي اكيد. محشي. يا لهوي جيتي عند قلبي. بصي مكرونه بقى. مكرونه ايه؟ والله. طب ايه اكتر اكله بتحبها؟ الشاورما. لا حبيت بقى بلدي بقى. بلدي. مكرونه بشاميل. الله.